كيفاش انا نمشي نتقدى وندي معايا قفه بحال جدودي؟ كيفاش الاوروب ولا كيديروها دابا؟ قفه مزيانه صاحبي مالك. موضوع في البرنامج ديالنا اليوم غادي نتكلموا فيه على الاقتصاد في استهلاك الطاقه والمحافظه على البيئه. كيفاش خويا؟ واش كاين شي واحد ما باغيش يقتصد وما باغيش يحافظ على البيئه؟ قول لي كندير. نتكلموا على الخدمه وعلى الطوموبيله السياره. اصدقاء الناس ساكنين حدايا وخدامين اما معايا في الشركه او لا حدا الشركه ديالي، نتفقوا ماشي كل واحد فينا يهز الطوموبيله ديالو يمشي بها، نتفقوا وربعه يركبوا في الطوموبيله وكل مره نغيروا الطوموبيله. من جهه غننقصوا المصاريف ديال ليسونس وديال الغازوال، وحاجه اخرى غننقصوا حتى من التلوث بحال الشكل ديال دارت، يعني كل مره واحد يهز الطوموبيله وحنا مستافدين معاه وحتى هو غيستافد معانا. تغنسى بالنسبه للموتور، حتى هو جوج موتور ماشي بحال جوج ديال الموتورات، نقصوا التلوث وحتى الله يحفظ من حوادث السير. بعض المرات ولا بدا من الطوموبيله، الدراري الصغار خصهم يمشوا للمدرسه الخدمه الى اخره، ولكن علاش في الاخر ديال الاسبوع في الويكاند نتمشى شويه او احسن نشري بشكليطه ومنها ندير رياضه ونقص من التلوث؟ جربوها. من بعده من السياره ومن الخدمه، وغنتكلموا دابا على الاستهلاك والمحافظه على البيئه ولكن في الدار ديالنا. نتكلموا على الطاقه الضوء والماء. من الخدمه ندخلوا للدار، حتى في الدار راه يمكن لي نقتصد من جهه ونحترم البيئه. ها خويا اقتصد اقتصد، انا ملي كتجيني الفاكتوره كان قبل ما تجي الفاكتوره كنخلص. غير هو خاص تعرف باش الضوء يوصل عندك حتى للدار راه خاص سدود، خاص مصانع، تقنيين، كلشي هاد الناس هادو غادي يخدموا باش يصوبوا الكهرباء ويديوا الكهرباء من المصنع حتى للدار ديالك. اذا ماشي حيت كنخلص ما نخممش. وحاجه اخرى اهم، المغرب راه ما عندوش اكتفاء ذاتي من ناحيه ديال الكهرباء ديال الضوء، راه كيستورد الضوء من الخارج. وكيفاش كيستوردو؟ بالفلوس وبالعمله الصعبه، وهاد الايام العمله الصعبه صعيبه. دائما مع الاقتصاد على الطاقه والمحافظه على البيئه، هذا هو الموضوع في البرنامج ديالنا اليوم. غادي نخرجوا من العالم السيارات والمكتب والكهرباء والضوء والماء في الدار ديالنا ونمشيو للسوق نتقداو، وغادي نتكلموا بالضبط على الميكا. كيقول حيدوا الميكا، ايوا واش غنديروا من بعد؟ متفق معك، ولكن الا غيرنا السلوك ديالنا وبدينا كنديروا بحال اللي كانوا كيديروا جدودنا قبل ولاو كيديروا دابا الاوروبيين اليوم، يعني كيجيبوا القفه القديمه اللي مصوبه بمواد طبيعيه. منها غنشجعوا المعلمين ديالنا الصناع ديالنا، ومن جهه اخرى غنقصوا من الميكا. وهذا الشيء كله اللي قلنا راه غير باش تهلك وبلا ما تهلك.